الفريق أول سعيد شنقريحه زار قبر الجندي المجهول بالساحة الحمراء، حيث كان في استقباله القائد العسكري لمدينة موسكو، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد للجندي المجهول، ليقف بعدها دقيقة صمت ويستمع للنشيد الوطني. السيد الفريق أول استعرض في الأخير تشكيلة من حرس الشرف التابعة لوزارة الدفاع الروسية التي أدت له التحية الشرفية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.